والآن أتشرف بدعوة أستاذ دكتور محمود حسين نائب رئيس الهيئة القومية للمستشار عن بعد وعلوم الفضاء، ويشاركه دكتور إسلام أبو المجد رئيس قسم الدراسات البيئية في الهيئة القومية للمستشار عن بعد وعلوم الفضاء. With pleasure, we would like to introduce our next speaker, Vice Chairman of National Authority for Remote Sensing and Space Science, Prof. Mahmoud Hussein Ahmed, Professor of Marine and Coastal Environment, and Dr. Islam Abul Magd, Head of Environmental Science Department. They will give us a presentation about the role of remote sensing in geospatial information applications. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. اولا متوجه بالشكر للاستاذ الدكتور مدحت قطار رئيس الهيئه، ويعني بدايه الكلام اللي قاله الدكتور مدحت ده مهم جدا لمستقبل مصر في مجال تكنولوجيا المعلومات في مجال الفضاء. دي يعني الحقيقه الكلام اللي اتقال ده 100% ان شاء الله باذن الله يتحقق، وجزء كبير جدا منه متحقق، واحنا على طريق جيد جدا في هذا الاتجاه. بنطلب دعم لكل الناس لهذا الموضوع لانه في مستقبل كبير ينتظر مصر في مجال الفضاء، اتمنى ان شاء الله انه يتحقق. الجزء اللي انا هتكلم عليه النهارده، الحقيقه المحاضره دي متقاسمه بين رئيسنا دكتور مدحت وانا والدكتور اسلام، ان احنا هنتكلم على الاستشعار من بعد. احنا فين من الاستشعار من بعد دلوقتي؟ وضعنا ايه الحالي؟ هل احنا ماشيين مع الدنيا ماشيه بسرعه ولا احنا وضعنا ايه بالنسبه لنا؟ الحقيقه النهارده يعني بدايه الاستشعار من بعد الحمد لله بيتواكب، بنعرف كويس جدا ونحط في نظر عيننا الدنيا كلها ماشيه ازاي بره. احنا دلوقتي بنتكلم على موضوعات مهمه جدا جدا، وهي ربط الاستشعار من بعد بالنماذج العدديه وبالنماذج الرياضيه، لانها مهم جدا انها تتنبا بالمستقبل القريب لحاجات كثيره جدا من اساسها المخاطر الطبيعيه. احنا الكلام ده من خلال صور اقمار صناعيه مش كفايه، لكن لابد ان يكون هناك تحقق ارضي من خلال اجهزه، والاجهزه دي لازم تكون متقدمه. احنا السنه اللي فاتت صرفنا ما يقرب من 30 مليون جنيه على شراء اجهزه، السنه دي في المخطط بتاعنا احنا نجيب اجهزه متقدمه جدا. لابد ان يكون دايما عندنا الاب تو ديت من هذه الاجهزه، لانها اجهزه تساعد كثيرا جدا على استكمال منظومه البيانات الحديثه، استكمال منظومه البيانات الدقيقه والسريعه اللي بتتم بخدمه المجتمع وبالذات المشروعات القوميه في مصر. الحقيقه الهيئه في هذه الاوقات لها دور كبير جدا في مجال خدمه المشروعات القوميه في مصر، من خلال انها بتبروفايد البيانات الحديثه جدا والدقيقه اللي هي بتساعد بشكل كبير جدا في رسم المخططات اللي احنا بنشوفها، وبترصد التنميه السريعه الشامله اللي موجوده وبتمر بها البلاد في الوقت الحالي. من خلال المحاضرة بتاعتي اللي هي أنا والدكتور إسلام، إحنا نتكلم على مارس، الفيجن اللي مارس شايفاها من زمان وماشية فيها دلوقتي، الريسورسز اللي موجودة واللي الهيئة دائما بتحدثها، ثم إحنا فين من الديفلوبمنت، من الناشونال ديفلوبمنت، إحنا فين من الآر إل دي اللي موجودة على مستوى العالم، إحنا فين من الخدمات اللي إحنا بنأديها لكل أجهزة الدولة. احنا بدأنا بقرار سنة 71 كسنتر، ثم وصلنا في 94 لإصدار قرار جمهوري بإنشاء الهيئة. احنا كان عندنا رؤية متكاملة وكانت موجودة في القرار الجمهوري اللي صدر في 94، ان احنا نهضم هذه التكنولوجيا، اولا نرتبها نستدعيها ثم نهضمها كويس، وبعدين نقدمها للمجتمع المصري بكل اطيافه، سواء كانت جامعات، سواء كانت مراكز بحوث، سواء كانت مشروعات جهات موجودة داخل الدولة. ده كان المطلوب، إضافة إلى إن احنا نبدأ ننشئ برنامج الفضاء المصري ونشتغل عليه من سنة 98. الحقيقة كل الكلام ده اشتغلنا فيه بشكل متوازي وبشكل مهم جدا، وتقريبا
متحققين منه حتى اليوم من خلال البيانات المتاحة في الهيئة، من خلال العلاقات ما بين الهيئة والجهات المعنية في مصر، من خلال الابليكيشنز المساعدة في البوست جراديويت ستاديز اللي بتتم داخل جمهورية مصر العربية في مختلف الجامعات. احنا بنشتغل فيري فيري كلوز للجامعات المصرية وخبرائها، لازم يبقوا دائما قريبين من الهيئة ويستخدموا كل الفاسيلتيز اللي موجودة في الهيئة. الفاسيلتيز اللي موجودة في الهيئة أو الرؤية بتاعتنا في الاستراكشر إن احنا عندنا بالنسبة بالنسبة للسبيس ساينس، وده الدكتور مدحت تحدث عليه كوكالة فضاء مصرية إن شاء الله بإذن الله يصدر بها قرار قريبا بإذن الله. لكن الأهم من هذا هو التكامل الموجود ما بين الإيرث أوبزرفيشنز اللي هي مصدر البيانات الموجودة كسبيس تكنولوجي، وإزاي تدينا بيانات من خلال الأقمار الصناعية المصرية اللي هي لا يستطيع أحد إن هو يتدخل أو يشوفها أو يشوف البيانات بتاعتها للأول مرة. إحنا عندنا في الهيئة في التطبيقات بتاعت الشعب المتقاعد عندنا 8 شعب، والثمان شعب علمية. هذه الشعب العلمية تعمل في تقريبا بتغطي المجالات التطبيقات العلمية الموجودة عندنا. الديفرنس الوحيد اللي ما بين الهيئة وما بين الجهات اللي موجودة برا سواء كانت مراكز بحثية هي التكنولوجي بتاعت الاوبريشن سيستم، ازاي ان احنا بنقدر ناخد ريال تايم ديتا او ريال تايم ديتا ونحط هذه الديتا على المشروعات القومية او على كل البيانات اللي موجودة الارضية، ونبدأ يحصل موضوع زي ما قلت لحضراتكم موضوع التنبؤ او ازاي نعرف او نتنبأ بما هو قادم، سواء كان تطبيقات في مجالات علمية زي الزراعة والاخره او تطبيقات في مجالات اخرى زي المخاطر الطبيعية، ودي دلوقتي بتمثل اهمية قصوى بالنسبة لنا في كل المشروعات القومية، وان احنا نتحول من دراسات السطحية اللي احنا اشتغلنا فيها يعني سنوات كثيرة جدا ماضية الى دراسات تحت سطحية، وهي دي تقريبا بدأت من في الحرب الحالي ان الناس لازم تعرف ايه اللي موجود تحت واحنا بنبني على ايه، او احنا بنحط المشروعات بتاعتنا فوق ايه، هل دي ثروة اللي موجودة تحت او هل دي خطر يهدد المنشأة اللي موجودة فوق. وبالتالي السبسيرفيس فيو دلوقتي او السبسيرفيس ستاديز اصبحت هامة جدا جدا في التطبيقات. زي ما قلت لحضراتكم الثمان شعب بيتكلموا على هذه الابليكيشنز اللي الدكتور اسلام هيدينا بعض النماذج اللي الهيئه بتدرسها في هذه المجالات سواء كانت مدروسه سابقا او بعد كده. عندنا السبيس بروجرام، والسبيس بروجرام اللي احنا بنتمنى مستقبله ان شاء الله ينتهي الى انشاء وكاله الفضاء المصريه، ثم الخدمات او الجزء الخاص بالادمنستريشن اللي موجود داخل الهيئه. الانفراستراكشر بتاعتنا حاجتين مهمين جدا زي ما قال الدكتور مدحت وهو مهتم بيها جدا، الكباستي بيلدنج. احنا عندنا بنحاول نقوي ودي مهمه جدا الريسورسز بتاعتنا في مجال الهيومن كباستي، ودي مهمه جدا مش بس بنبص على الناس اللي بتشتغل جوه الهيئه، احنا بنبص على الكواليفيكيشنز بتاعت الخريجين اللي بتطلع لنا والكواليتي بتاعتهم وقد ايه الريلافيتي بتاعتهم اللي يقدروا يشتغلوا بيها في مجال الاستشعار المطبعي. الحقيقه كان في برضه نموذج جميل جدا عمله استاذنا الدكتور عاطف شريف، كان رئيس الهيئه في فتره من الفترات السابقه، ونقل تخصص الاستشعار المطبعي والريموت سنسنج عشان يبقى هناك تدريس لهذا التخصص داخل الاندر جراديوتس في جامعه القاهره، وان شاء الله نحصل على خريجين في هذا التخصص، ودول بيبقوا كيبابل قوي ان هم يشتغلوا في مجال الاستشعار بسهوله جدا، لان احنا في الحقيقه بنعتمد اعتماد كبير جدا جدا على الفيزيكس والماثيماتكس في شغلنا، ودول يمكن من الاعمده الرئيسيه في استمرار الاستشعار من بعض في مصر. الجانب الاخر من الريسورسز اللي عندنا اللي هي الاجهزه، احنا عندنا متميزين بوجود طياره، الطياره دي عليها بتطير بتصور، عليها اجهزه مهمه جدا، احدث جهاز عليها جهاز تصوير بالليزر، وده جهاز حديث لسه في المرحله الحاليه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بيتركب على الطياره، وان شاء الله يبقى فيه تجارب له
لمده شهر هنستغلها في عمليه التسويق لهذه الفاسيلتيز اللي ممكن تطلع من هذا الجهاز. الجهاز ده مهم جدا جدا عشان يعمل بيز ماب لمصر على مستوى دقه عاليه جدا. وان شاء الله ده قريبا هيعلن عن الانشطه بتاعته والشغل بتاع هذا الجهاز. النقطة الثانية الـ Earth Observation Satellites Available. احنا بدأنا نطلق 2007 القمر الصناعي ايجيبت سات 1، وبعد كده في سيريز من سلسلة الأقمار الصناعية محطوطة في الفيوتشر نير فيوتشر بلان علشان تطلق ويبقى عندنا أور أون كاباسيتي من الداتا الحقيقية الدقيقة. يعني احنا بنتكلم في 1.5 وبعدين بننزل 80 سنتي، والكلام ده كله لازم يبقى الاور اون، ما يبقاش ان احنا بنجيب او بنتريف داتا من بره. الاير كرافت اللي انا قلت اتدربت عليها، ودي حقيقي من الحاجات المهمه جدا جدا واللي لها دور قريبا هيكون في اجهزه الليدار اللي موجوده على هذه الطائره. ايضا عندنا اور كاباسيتي في الريسيفنج ستيشنز، ازاي نستقبل محطات لاستقبال صور الاقمار الصناعيه، سواء كانت اللي هي مصر ان شاء الله اطلقتها من قبل وستطلقها من بعد، او بعض السنسورز اللي احنا نقدر نستقبلها من الخارج، ودي بتستقبل في محطه استقبال في اسوان. هذه المحطه حاليا تحت التطوير علشان تستقبل بعض الاقمار الصناعيه الاخرى، بتوصلنا لريال تايم ديتا بدقه كبيره جدا. مركز التشغيل الفضائي او مركز الفضائي الموجود في طريق السويس ده ايضا مسؤول عن التحكم في القمر الصناعي بتاعنا او في الاقمار الصناعيه التي تطلق من مصر، وكذلك مركز في الار ان دي بتاعته مهمه جدا، ده البذره الحقيقيه والنواه الحقيقيه لانشاء ان شاء الله وكاله فضاء حصريه بخبرات كبيره جدا موجوده في هذا، ومجهود مالي ومدني بذل، وان شاء الله يتوج بالقرار الجمهوري قريبا ان شاء الله. محطه عندنا في اسوان المركز بتاعها، عندنا المحطه المناخيه موجوده في الهيئه في القاهره، ودول بيشتغلوا وبيستقبلوا بيانات مناخيه وايضا بيانات لصور اقمار صناعيه موجوده في الهيئة. الطياره اللي قلت لحضراتكم عليها بالامكانيات بتاعتها، الطياره حاليا واحنا بنتكلم دلوقتي موجوده في المانيا في دوره الصيانه بتاعتها وتركيب الانفراستراكشر بتاع جهاز اللايدار اللي جهاز الليزر الجوي الحديث جدا ده اللي لسه جاي في الطياره، وان شاء الله ده يبقى ماكسيموم 1 مانث ويبقى بيشتغل تجريبي علشان خاطر يبقى بعد كده بعد شهر يشتغل تصوير بكل الدولة ويحقق لنا صور على مستوى ريزوليوشن 100%. الليزر الجوي يعني از ات از، يعني زي ما احنا شايفين بيبقى عندنا خرائط بقياسات ارتفاعات بشكل عالي الدقة، مهم جدا مصر في ابلكيشنز كثيرة جدا. ايضا الهايبر سبيكترال كاميرا دي مهمة جدا جدا لانها بتستخدم، الهايبر سبيكترال كاميرات متعددة الاطياف بتستخدم في تحديد زي ما احنا بنقول البصمه الطرفيه لاي مكون موجود فوق سطح الارض. وده الحقيقه مهم جدا جدا في النواحي الامنيه، في النواحي الانتاجيه موجود، ايضا ممكن نستخدمها في التوقعات، لان خصوصا ان احنا عندنا جهاز ارضي مهم برضه بيشتغل بنفس السبيكترال سيجنتشرز ونفس الويف لينسز اللي موجوده علشان يجيب قياسات من على الارض نماتش الاثنين على بعض، وبنحصل بنوصل اكيورسي ودقة معلومات عالية جدا جدا. الكلام ده بدأ في شغال في الهيئة بقاله أكثر من 5 سنوات. ده اللي أنا بكلم حضراتكم عليه اللي إن شاء الله هيبقى موجود قريبا في الهيئة. بعض القياسات العقلية الدكتور إسلام هيكلمنا على الأبلكيشنز بتاعتها والشغل في الفيلد، وده الجهاز اللي هو سبيكترو راديوميتر موجود على الوتش في ارتفاع ما يقرب من 20 متر علشان يبدأ يدي بعض السنسنج كلوز تو ذا ايرث ويماتش الكلام ده مع الهايبر سبيكترال او مع الطياره او مع الهايبريون ديتا اللي موجوده في القمر الصناعي. الكاميرات وانواع مختلفه بالاضافه للسنسورز اللي احنا بنسيتو سنسورز، ولازم يبقى عندنا برضه بعض السنسورز المهمه جدا اللي بتدينا بيانات مباشره من على سطح الارض، لازم ما يبقاش في تدخل
بايد الانسان في اي جهاز مانيوال علشان خاطر تبدا الويف لينسز تتفق ويحصل لها نوع من انواع الكومبانيشن مع بعض علشان في النهايه تديني نوع السيجنتشر او نوع المكون اللي انا بشتغل عليه وبقيس التطور بتاعه. برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا ان احنا يكون عندنا معمل وده موجود في الهيئه. المعمل ده بياخد الهاند سبيسمنت اللي احنا بنجمعها بالفيلد لان احنا بنطلع الفيلد عشان نشيك وبنجمع بيانات. البيانات دي سواء كانت زراعه او صخر او ميه بنبدا نحطها في معمل مباشره لعمليه القياس باستخدام الهايبر سبيكترال اناليسيس. ودي برضو نقطه مهمه جدا للتاكد من البيانات. وطبعا في ابلكيشنز اتعملت وطلعت على هذا الكلام من داخل الهيئه. زي ما قلت لحضراتكم الهيومن ريسورسز از نوت انف. احنا بنسعى ان شاء الله خلال شهرين هينزل اعلان جديد عشان نعمل بيز جديده من حوالي ما يقرب من 30 معيد في الهيئه جداد. لان احنا زي ما قلت لحضراتكم لازم البناء البشري يكون على مستوى عالي جدا. هذه التخصصات لازم تكون كده انها تشتغل في مجال الاستشعار في الار ان دي في مجالات بتنظر الى مستقبل هذا العمل داخل مصر وأهمية الاستمرارية فيه. ده كده يبقى دخلنا في الدكتور إسلام. واسمحوا لي أن أنا أقدم لكم زميل الدكتور إسلام حمزة. الدكتور أحمد الروابي حط في صورة جنب الراجل الكبير بتاع الجي آي إس في العالم. وبعدين يعني كان مشروع إنتاج ساينتست على مستوى هايل. أتمنى أن أنتم تستمتعوا إن شاء الله بالمحاضرة بتاعته. وشكرا جزيلا لإسلام.